موضوع المرة دي زي ما احنا اتفقنا ما فات كده بيزد على تصويت المرة اللي فاتت عشان بس يبقى كل الموضوع ماشي بالعدل. هو هيبقى عن الفيدباك، ازاي ادي فيدباك عامة وايه اللي المفروض اعمله وانا كشخص ايه اللي المفروض اعمله وانا بدي فيدباك. الفيدباك ده انواع، هنعرف منه تفاصيل الكلام ده. ازاي اخد فيدباك، يعني حتى دي حاجة غريبة جدا هنتكلم فيها، ازاي انت تتقبل الفيدباك وتعمله ازاي وتطلع من الناس ازاي فيدباك يكون كويس بالنسبة لك. كويس بالنسبة لك شرط يكون ايجابي، يعني ممكن يبقى ايجابي، ممكن يكون انت عملت حاجة غلط، بس ازاي ان انا يعني اخلي الناس تقول لي فيدباك او تديني فيدباك. ربنا يبارك لك يا احمد، ربنا يخليك يا رب، الله يسلمك، ربنا يبارك لك يا مي يا رب، ربنا يبارك لك، الحمد لله. فهنعرف ازاي ندي فيدباك، هنعرف ازاي ناخد فيدباك او نخلي الناس تدينا فيدباك، وانواع الفيدباك هنتكلم عن شويه حاجات لطيفه كده. وفي نفس الوقت زي ما تعودنا دايما هنعمل زي فريم ورك لكل حاجه، يعني واحنا بندي الفيدباك ايه الفريم ورك شكله عامل ازاي، واحنا بناخد الفيدباك ايه الفريم ورك عامل ازاي. وفي نفس الوقت برضو لو انا عايز اطمن الشخص اللي قدامي عشان يديني فيدباك ايه اللي انا المفروض اعمله، هنعرف ده كله بالتفصيل ان شاء الله. الله يسلمك، ربنا يبارك لك يا رب. ف هنضيف عليه طبعا الموضوع دوت غير الاستراكشر غير العلم اللي موجود، هنتكلم برضو بحته نفسيه شويه عشان نقدر نلينك الحاجات ببعضيها، وفي حاجات هتبقى مرتبطه بحاجات قلناها قبل كده، فكله مكمل بعضيه ان شاء الله. طيب خلينا نبدا والباقي يخش بقى يلحقنا، واللي ما لحقش يبقى يشوف كده كده ان شاء الله رب العالمين اللايف يبقى موجود ومرفوع على البيج هنا ان شاء الله او الجروب ده. الفيدباك عامة عايزين نتفق ان احنا ممكن نطبقه على حد نكون معنا في الشغل، يعني انا كمدير عايز ادي فيدباك للناس اللي تحتية، تمام، اعمل ايه؟ عايز ادي فيدباك لواحد صاحبي، الموضوع مش مربوط بس بالشغل بس على فكرة، عايز ادي فيدباك لمديري، تمام، عايز ادي فيدباك لأهلي، تسكن الاب الام الزوج الزوجة العيال، اعمل ايه؟ الفيدباك ده اديه ازاي؟ هل ليه طريقة؟ ليه اسلوب؟ وايه اللي بيخلي دايما الفيدباك ان هو يفشل؟ عدم وجود اللي احنا هنتكلم عليه ان شاء الله. طيب الفيدباك عامة عايزين نبسط عشان ما نبقاش بنعقد الامور زي ما احنا متعودين دايما، نوعين، نوع اللي هو انت عملت حاجة كويسة فانا عايز اديك فيدباك، او انت عملت حاجه مش مظبوطه او مش صح او مش كويسه فعايز اديك فيدباك، صح كده؟ طيب المسمى بقى عيشوا انتوا، عايزين تسموه بقى بوزيتيف فيدباك، نيجاتيف فيدباك، عايز تسميه موتيفيشنال فيدباك، عايز تسميه كونستراكتيف فيدباك، ليه مسميات كتيره جدا جدا، ولكن هو الهدف الاساسي ان احنا بنتكلم على نوعين. نوع بيبقى على حاجه انت عملتها كويسه فانا بحفزك وبقول لك برافو، هيبقى شكله عامل زي انا اتكلم عليه. والنوع الثاني لو انت عملت حاجه مش مظبوطه فعايز اديك فيدباك عنها. قبل بس ما نبدا عايز اراجع معاكم حاجه مهمه جدا 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 اتكلمنا فيها في الحلقه بتاعه الكوتشنج لو فاكرين، مش البيزنس كوتشنج، بتاعه اللايف كوتشنج اللي كان فيها الثمان اسئله، فاكرينها؟ لو حد فاكر الكلام ده كويس قلنا هناك ساعتها ان في فرق كبير ما بين الكوتشنج والفيدباك. ان انت ساعتها قلنا حتى ثلاث حروف FPM، فوكس purpose mean، يعني تركيزك على ايه، الهدف بتاعك من اللي انت بتتكلم فيه ده ايه، المين الوسيله او الطريقه اللي انت اتكلمت بيها. قلنا الفوكس لو تركيزك وانت بتتكلم مع الشخص اللي قدامك عن حاجه عملها في الماضي او تركيزك كله على سلوك في الماضي، ده معناها ان هو فيدباك مش كوتشنج. لكن لو بتتكلم معاه على حاجه ليها علاقه بالمستقبل، سلوك مستقبلي، يعني حاجه هتخليه يعملها او حاجه هتخليه بطل يعملها او تغير له فيها، فبالتالي انا بكلمه على المستقبل، يبقى في الحاله دي انا بعمل كوتشنج. ودي قلنا ساعتها العلامات اللي تبين لك هل انا كده بدي فيدباك ولا بدي كوتشنج، عشان احنا قلنا في الاول لو تفتكروا في حاله الكوتشنج قلنا ده مش معناه ان الفيدباك وحش، لا الفيدباك كويس بس ليه طريقه وليه مواقف معينه تدي فيها فيدباك.
لكن لو انا عايز ان انا اعمل كوتشنج للشخص اللي قدامي يبقى ما ينفعش تمشي بالطريقه بتاعه ان انا اديك فيدباك لان هيقفلك وهنقول ليه دلوقتي. برافو يا مي والله فعلا انا على فكره وانا بلبسه جه في مخي اللي انت بتقوليه ده بالظبط ده حقيقي فعلا على فكره بس برافو عليك ان انت شاطره برضه لان مش كله بياخد باله من التيشيرت مكتوب عليه ايه بيتلخبط ما بيبقاش فاهم ايه اللي مقصود دي. طيب فرجوعا بقى للفرق ما بين الكوتشنج والفيدباك يبقى انا لو في نيتي ان انا عايز اعمل كوتشنج يبقى ما ينفعش ان انا اتكلم على حاجة في الماضي لازم اتكلم على المستقبل. افتكروا الكلام ده كويس انا براجع بس بربط لان ده الاساس بتاع النهاردة. لو انا نيتي ان انا عايز اكلمه عن حاجة في الماضي عملها فهنا انا بديله فيدباك كويس. التاني حرف بي بيربس الهدف. لو الهدف الاساسي من اللي انا بقوله لك ده ان انا صلح لك حاجة ان انا احلل حاجة معينة انت عملتها ان انا اقيم حاجة انت بتعملها ان انا اعدل حاجة انت بتعملها في الحالة دي بقى فيدباك تمام. فانا بعدل السلوك ما كانش مظبوط كان الافضل انك تعمل كذا فكله عبارة عن تعديل سلوك. لكن لو انا بطور فيك عشان انت تكتشف الطريقة الافضل فما تعملش ده تاني ففي الحالة دي بقت كوتشنج. تالت حاجة المين احنا قلنا اف بي ام المين الطريقه الوسيله او الـ او الـ او الهاو بتعملها ازاي. لو قلنا بنعمل تيلينج فاكرين الكلام ده كويس تيلينج بقول فده معناه انه فيدباك. لكن لو انا بسال فده معناها انه كوتشنج تمام. ده اللي احنا قلنا المره اللي فاتت حتى لو انت كوتش لازم تبقى صبور. ليه ما ينفعش ان انت تقول للشخص الحل ايه ما ينفعش لازم تبتدي تساله لحد ما هو يلاقي الحل. حتى لو انت عايز تقول له الحل قوله له بصيغه سؤال فاكرين قلنا ما ينفعش تقول خالص انك لو قلت هتبقى هنا بتدي فيدباك وده الفرق ما بين الاثنين كويس جدا. يبقى ده الفرق بين الاثنين وممكن ترجعوا ساعتها للحلقه بتاعه الكوتشنج لو عايزين ترجعوا لها تاني وبصوا عليها بتاعه اللايف كوتشنج هتلاقوا فيها الكلام ده بالتفصيل. ولكن ده كده الخلاصه اللي احنا عايزين نحطها از بيز عشان نبني علينا نتكلم فيه ان شاء الله كويس. يبقى دلوقتي احنا هنتكلم عن ثلاث حاجات اساسيه ان احنا بنتكلم على حاجه حصلت في الماضي زائد ان هي في نفس الوقت فيها تعديل او تقييم للحاجه اللي انت عملتها سلوك معين واخر حاجه الطريقه هتبقى عباره عن ان انا بقول لك كويس. تعالوا نبدا الاول بالسلبي لو هنقوله بشكل بسيط اللي هو حد عمل حاجه مش مظبوطه فبالتالي انت عايز تقول له ان ده غلط لان هنبدا بيه عشان ده الاصعب فهناخد فيه تفاصيل شويه. بعد كده اللي بعديه بقى اللي هو تدي بقى بوزيتيف فيدباك ده هنقوله بشكل بسيط وتاخد فيدباك ازاي هنقوله بشكل بسيط ان شاء الله فهتلاقيه بيكمل بعضيه كله ببعض كويس. خليني بس اسالكم الاول ويا ريت تجاوبوا عليا في الشات هنا. ليه دايما النيجاتيف فيدباك ده اللي هو لما انت حد يعمل حاجه مش مظبوطه وانت عايز تقول له ان ده مش مظبوط ليه دايما الشخص ما بيبقاش مبسوط من ده الشخص اللي هو بيستقبل منك الفيدباك ليه دايما ما بيبقاش مبسوط ليه بيدافع ليه بيبدا يدافع او يتضايق او يتعصب. ها قولوا لي كده رايكم ايه اللي بيخلي الشخص لما اجي انا اديله فيدباك على حاجه مش كويسه عملها فلما اجي بديها له بيتضايق بيرد دافع عصب يمشي ويسيبك ايا كان بقى. مين يقول لي ايه السبب وراء السلوك ده او رد الفعل ده خلينا نقولها بشكل ادق. هيا يا جماعه لا انا عايز كنت صحصحوا معايا عشان انا لوحدي بروح. انا باللي انا فيه ده بروح مش واخد باله انه غلطان ماشي حلو قوي. عايزك تخشي نفسيا شويه ايه اللي يخلي الشخص انه يرد ويدافع. Not enough rapport or started in a tone that sounds threatening or pointing fingers. برافو عليك يا مي حلو. يبقى احنا هنا بدأ يحس ان فيه زي ما يكون تهديد
وفي نفس الوقت ما حصلش رابور بيني وبين الشخص يعني توافق، وبالتالي بدا يحس ان انت بتشاور بقى عليا تقول لي انت بتتهمني وانت بتاع، فانا هدافع بقى عن الايه، بتهاجمني فانا هدافع، او شايف الموضوع بطريقه مختلفه وعنده مبرراته. انا عايز الحته السلبيه. حلو، مش شايف ان في منفعه من اللي بيتقال ده. خليني بيسد على ده بقى، نتفق ان في المعظم للاسف لما بنيجي ندي نيجاتيف فيدباك بيستقبلوا الناس بشكل سلبي. انا اتكلمت في المعظم، ها مش في الكل طبعا، بيستقبلوه بشكل سلبي، عشان كده ما بيبقاش سهل على الشخص ان هو يدي الفيدباك اللي هو من النوع ده، اللي هو عن حاجه غلط اتعملت او حاجه مش كويسه. طيب خليني اسالكم وما تردش على تحكي لي القصه، لا انا عايزك تسرح كده بينك وبين نفسك وتفتكر مره حد ادالك فيدباك وانت استقبلته بشكل ايجابي، حد ادالك فيدباك سلبي عن حاجه انت عملتها غلط وانت استقبلته بشكل ايجابي. عايزك تفتكر موقف زي ده، ما تحكوهوش، افتكروا بس. ولما تفتكروا وتحضروا كده عايزك تسأل نفسك سؤال، ايه اللي خلاني استقبل الفيدباك ده بشكل ايجابي مع العلم ان هو بيقول لي انت غلطان واللي عملته ده ما كانش صح؟ فكروا كده يا جماعة، اسرحوا شوية وافتكروا موقف زي ده، وقولوا لي دلوقتي في الشات بكلمة بسيطة كده، ايه اللي خلاك تستقبل الفيدباك السلبي ده ساعة الموقف ده من الشخص ده بالشكل الإيجابي ده؟ ها يا جماعة قولوا لي كده، إيه السبب؟ الله يسلمك يا نور، ربنا يبارك لك، ده نورك. ها إيمان قالب برضو، مفيش شخص هيقبل أقول له أنت غلط بشكل مباشر لأن نفسيا هيحس إن ده تقليل منه. برافو عليكي، أنا عايز أجيب بقى برافو، هتعرف أنا ليه منبهر، معرفتش اعبر فجاه لان هو شال حاجه مع العمليه، معرفش ليه تلعسمت كده. بس ماشي، كلامك 100% صح، وهنعرف بعد شويه ليه، هنشرح حاجه كده علميه لطيفه كده ان شاء الله. ماشي، حلو قوي الكلام ده، ان الفرد نفسه يحس ان هو عايز يطور من نفسه، فلقى ان الشخص اللي قدامه بيقول له حاجه فيها تطوير ليه، فنية الشخص حاسها ان هي بتطورني مش بيهاجمني، حتى لو بيقول لي حاجه سلبيه فانا متقبلها. ممتاز، الطريقه اللي بيقول بيها بتاثر اذا كنا نتقبل او لا. 100% صح يا ايمان، برافو، 100% طريقه من طريقته انه 100% حاجتين، اولا طريقه الشخص، ثانيا نصيحه الايه اللي جت بعد النقد. حلو قوي، الله ينور عليك، الله ينور عليك والله، برافو عليك. يبقى الطريقه وان يحس بالامان، يحس ان انت عايز تطورني، يحس ان انت في رابور زي ما مية قالت من شويه، يحس ان انت قلت لي بقى عايز نعمل ايه بعد النقد ده، ما تدنيش على وشي وتسيبني وتمشي. صح ولا غلط اللي انت بتقوله دوت؟ هو الفريم ورك اللي هنتكلم عليه بعد شويه على فكره. برافو عليك. عشان اتقدم من اتقبل، متهيألي صح، انا عارفه انه يعني بيقدرني وعاوز امشي، صح صح كده تقريبا، علشان اتقبل من شخص انا عارفه انه يقدرني، اتقال لي ان اللي عملتيه صح بس كان ممكن تعملي كذا افضل. ممتاز، بتفرق من الشخص اللي بيديني الفيدباك، يعني لو متاكده ان هم مصلحتي هتقبلها. حلو قوي الكلام ده يا جماعه، اللي انتوا قلتوه ده هو الفريم ورك، وعشان كده احنا هنشرحه بالتفصيل بيزد على اللي انتوا قلتوه بالظبط. افتكروا الكلمات اللي انتوا قلتوها، طريقه، اسلوب، نيته، خايف عليا، عايز يدورني، في رابور، اللي انتوا قلتوه ده كله 100% صح، وده بيبين ان هو عشان مصلحتي ومش عشان بس ايه يغلطني. ممتاز. طيب عشان ندي بقى النوع ده، احنا كده اتفقنا برضو تاني يا جماعه، عشان نشوف مي بس كتبت ايه، يكون الشخص مقبول عامه بالنسبه لي، يبدا الكلام بسؤال عن الموضوع، بيتكلم بطريقه لطيفه مش اجريسيف، ليها ريسبونسبيلتي من الطرفين، الطريقه اللي بتتقال بيها والطريقه اللي بسمعها وبشوفها طبعا 100% 100%، كلامك 100% صح. يبقى احنا متفقين ان
مبدئيا عشان ادي فيدباك كونستراكتيف او بناء زي ما احنا بنقول، لو عد عمل حاجه غلط وانا عايز ادي له فيدباك كونستراكتيف، اول حاجه الموضوع مش سهل، تاني حاجه ممكن يتقبله وممكن ما يتقبلوش، تمام؟ وعشان نبعد عن ده لازم يكون في اسس، والاسس اللي انتوا قلتوها. طيب تعالوا بقى نعرف اربع خطوات لازم تعملوها عشان يبقى عندنا فريم ورك محترم وانا بدي كونستراكتيف فيدباك. اللي احنا هنتكلم عليه دوت هيكون ليه علاقة بالطرفين، الطرف اللي بيدي الفيدباك والطرف اللي بيستقبل الفيدباك، كويس؟ فأول خطوة البلان. يعني ايه بلان؟ يعني ان انت تخطط للفيدباك. ايوه يعني اعمل بلان لايه؟ ما انا هديه نيجاتيف فيدباك، ابلان لايه بقى؟ لا، تبلان لكل حاجة. تجيب المعلومات كلها، تجيب الداتا، كل المواضيع كلها، تكون شفت بنفسك زي ما قلنا قبل كده لو تفتكروا، تمام؟ تبلان هقول له الكلام ده امتى وفين، صح ولا غلط؟ هبلان الطريقه اللي اتكلم بيها. ما تجيش تروح انت رافع السماعه، تخيل كده لو انت مثلا نفترض مديرك بيكلمك في التليفون، الو ايوه، بعد ما تخلص اللي بتعمله انا عايزك تيجي لي المكتب عشان عايز اديك فيدباك عن حاجه عملتها مش مظبوطه. انت رحت قافل، حصل لك انت ايه دلوقتي؟ صدمه. هتعرف تكمل يومك ولا حاجه؟ اللي انت هتكمله ده هتكمله، مش هتكمله اصلا هتروح لجا. ايه اللي حصل ده؟ حتى من غير ما يقول لك هديك فيدباك، يقول لك بص لما تخلص تعالى لي المكتب عشان عايز اقول لك على حاجه. خليها صراحة بنسبه 99% انت متخيل اللي عايز يقول لك ده حاجه مش كويسه، مع ان ممكن تبقى حاجه كويسه. يبقى هنا الطريقه بتلعب دور كبير، وعشان كده لازم ناخد بالنا جدا 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 واحنا بندي الفيدباك ان احنا ما نجرحش الشخص اللي قدامنا. الهجوم اللي بيحصل له دوت يا جماعه، فاكرين موضوع البري فرونتال كورتكس والليمبك سيستم، الجزء اللي هو بتاع القرارات العاطفيه والكلام ده كله بيشتغل، قلنا عشان يحافظ عليك. فاول ما بيلاقي اي هجوم بيشتغل، صح؟ قلنا هجم عليك اسد، هجم عليك حيوان، هجم عليك عربيه هتخبطك، بيبتدي هو ايه يكنترول وايه وياخد الاكشن بالنيابه عنك من غير ما تفكر، صح؟ علم المخ والاعصاب، مش علم النفس، علم المخ والاعصاب. فانتوا عارفين طبعا المخ ده شغال بكهرباء وفي رسائل واشارات شغاله ليل ونهار لكل رياكشن بيحصل لك، حاجه بتستقبلها بتدركها بتعملها بترياكت، كل ده ليه شكل معين بشكل ما في مخك. اكتشفوا ان نفس شكل المخ في اشاراته في حاله لما بيلاقي ان في هجوم عليك مادي زي عربيه زي الكلام ده كله، هو هو لو حصل لك هجوم اجتماعي، فقال لك الفيزيكال ثريت زي السوشيال ثريت، سبحان الله. فلو انا شتمت حد، هزقت حد، احرجت حد، شاورت على حد، قلت لحد حاجه زي دي، ايه اللي بيحصل له؟ مخه بيرياكت اكن بالظبط في عربيه جايه تخبطه، فبيبتدي الليمبك سيستم يتيك اوفر، يكنترولك ان هو يدافع، يقول لك تعالى بقى انت يا عم انا هدافع. وقلنا احنا بيدافع هو عن طريق ان هو يا اما بيهاجم يا اما بيجري يا اما بيقف مكانه ما بيتحركش. فعشان كده خدوا الموضوع دوت وتعالى نربطه بالفيدباك. ليه الفيدباك بيحط الشخص اكن في سوشيال ثريت جاي عليه؟ قال لك عشان خمس اسباب اساسيه. افتكروا الكلام ده يا جماعه كويس جدا. ها الخمس حاجات اساسيه دول لخصوها في كلمه اسمها سكارف. عارفين السكارف؟ سكارف. عارفين السكارف اللي بتربطوه ده؟ السكارف. السكارف دوت لو انا ربطته اكتر هيحصل لك انت ايه؟ هتتخنق. طب لو ربطته اكتر هتخنق. طب اكتر هتخنق، وكل ما تتخنق اكتر كل ما رد فعلك في الدفاع عن حياتك هيبقى اكبر، صح ولا غلط؟ كويس. عايزكم تتخيلوا معايا بقى ان السكارف ده ليه خمس مستويات، هم خمس اسباب دول، كل ما انت بتعمل واحده منهم بتربط الليفل الاولاني اللي هو الخنقه البسيطه، الثانيه اقوى شويه، الثالثه اقوى شويه، الرابعه. فلقوا ان الخمسه دول اللي هم سكارف بيبداوا سي اس سوري سي اي
R F تمام، خمس كلمات، الخمسة دول ابعد عنهم خالص وانت بتدي فيدباك بالذات النيجاتيف. يا اما الشخص هيبقى في الديفنسيف ميكانيزم وهيدافع عن نفسه ومش هيتقبل منك اي حاجه. كويس، عشان ندي الشخص الامان، احنا قلنا الاول بلان، هنخطط ونجيب المعلومات ونلم وندور ونشوف الوقت والزمان والدنيا والكلام ده كله. قال لك تخش بقى على الخطوه الثانيه اللي هنطلع منها السكارف اللي احنا بنتكلم عليها دي، قال لك اسمها ميك ات سيف. يعني ايه ميك ات سيف؟ يعني خلي الموضوع فيه امان. امان لمين؟ للشخص اللي انت هتديله دلوقتي دوت، هترخبطه في وشه ان هو عمل مصيبه ولا عمل حاجه غلط، احنا عايزين نطمنه. طيب ايه اللي ما بيطمنوش؟ الخمس حاجات، تعالوا بقى نعرفه. الاس يعني ستاتس. يعني ايه ستاتس؟ يعني الشخص لما بيلاقي حد يقول له انت غلطان، ده غلط، ده مش صح، بيبتدي يدرك هو ليه شايف نفسه احسن مني. يعني انت مين عشان تقول لي ان اللي بعمله ده غلط؟ يعني وانت ليه متخيل انك انت اعلى مني او احسن مني عشان كده بتقول لي ان انا بعمله ده غلط؟ وليه متخيل ان انت اللي عارفه الصح؟ يبقى ده اسمها الاستاتس. يبقى هنا الشخص بيبتدي يحس ان ايه، لا دافع عن نفسك، فاوتوماتيكلي على طول الليمبك سيستم يقول له ايه، هو شايف نفسه ولا ايه، هو ليه بيتكلم معاك كده، لا خلاص سيبني انا كنترول، تك يروح داخل مكنترول يدافع، يا يهاجم يا يجري يا يقف مكانه. يبقى دي اول واحده. فبالتالي افتكروا هنقولها، امن بقى. عشان كده لما تيجي تعمل ميك ات سيف امن، تيجي مثلا تقول له كلام زي ايه مثلا عشان تبقى عندي، انا هنا مش بكلمك بس كمديرك او حاجه زي كده، انا بكلمك عشانك، عشان مصلحتك، الكلام اللي انت قلته ده كله، فيبتدي ما يحسش ان انت اعلى منه او شايف نفسك. كويس. سكارف سي. سي هنا معناها سيرتينتي. يعني ايه سيرتينتي؟ يعني اليقين. الشخص لما بيجي له كونستراكتيف فيدباك او نيجاتيف فيدباك بيبتدي يسرح مع نفسه كده، يقول لك ايه، طب انا ايه اللي هيحصل لي بعد الفيدباك ده؟ هما هيرفضوني ولا ايه؟ هو بيعملوا معايا تحقيق ولا ايه؟ هو انا ممكن يحصل لي ايه بعد كده؟ ما هو في بقى ايه، الموضوع ما فيهوش يقين. فتيجي انت تامنه، ترى جاي قايل له ايه، انا مش بديك الفيدباك ده او بقول لك حاجه دي عشان دي حاجه هتضرك بعد كده، وانا بقول لك كده عشان انت هيحصل لك مصيبه فعايز الحقك خالص، انت زي ما انت، بس انا بقول لك كده عشان تطور نفسك. يبقى انا كده لغيت السي ولغينا المره اللي فاتت الاس. كويس. ايه اختصار لاوتونومي؟ يعني ايه اوتونومي؟ اوتونومي يعني يبقى انت عندك مسؤوليه كامله عن ذاتك، انت المسؤول عن نفسك، مش محد بيحركك. يعني ايه؟ تلاقي دايما في مخه كده يدور كده اللي بيستقبل، طب انا ينفع ارد، ينفع ابرر، ولا انا لازم افول اللي بيتقال وخلاص؟ ففي الحاله دي بيحس بضعف، فاوتوماتيكلي بيخاف، فالايه الليمبك سيستم يقول له ايه، طب تعالى بقى على جنب سيبني انا ارد، طك يروح داخل بالديفنسيف ميكانيزم. عشان نبعد عن دي خالص لازم ندي له المسؤوليه عن طريق ان احنا نساله، هو رايك ايه، انت شايف ان ده كان صح، طب انت شايف ايه اللي كان ممكن تعمله بشكل تاني. هنا بقى الأسئلة تلعب دور شوية. ليه؟ عشان أديله هو المسؤولية إن هو اللي يكتشف إن هو عمل حاجة غلط، وإحنا الاتنين نوصل لحل. كويس. بعد الإيه عندنا الآر، ريليتدنس. جاي من ريليت تو، يعني هو أنت إيه؟ بتقولي كده يعني أنت، عشان أنت فعلا صاحبي ولا عدوي؟ فاهم كده عشان تخليني ابوس خالص وتطردني وترميني بره، ولا انت فعلا عايز تطويري اللي انت قلتوه؟ فعشان كده لازم تدي له امان. لما ياخد الامان يبتدي يدرك ان اللي انت بتقول ده كويس، فما يطلعش الليمبك سيستم. تمام. عن طريق ان انت تقول له مثلا كلام زي ايه، مثلا انا هنا بكلمك عشان انت من التيم ونجاحك من نجاحي، فعشان كده لازم تعمل 1 2 3. يبقى كده طلعنا الاس والسي والاي والار. اخر واحده الاف. اف اللي هي الفيرنس. تلاقش كله تمام، هتبقى كويس،
الحلقه تبقى افضل. ده عشانك، عشان الترقيه، عشان تبقى افضل وتتشاف بشكل احسن. فاهمين قصدي ايه؟ لما نعمل دول هيبقى ميك ات سيف اتعملت، وفي نفس الوقت السكارف ما بقتش مربوطه، لا فكناها. فافتكروا احنا عرفنا السكارف عشان ما نربطهاش. كويس، عملنا بلان، عملنا ميك ات سيف، ندي الفيدباك. وانت بتدي الفيدباك خد الاذن الاول. يعني ايه خد الاذن الاول؟ يعني ما تخشش تدلوك على طول، لا قول له، طيب قول له ممكن تخليني اديك فيدباك في الحته دي بس بعد ما انت عملت اللي في الاول. خلي بالك ها، ده رقم ثلاثة، يعني عملت الاولى والثانيه، بلان وايه وميك ات سيف. اه تمام، تك 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 تروح قايله. وانت بقى بتقول الفيدباك لو سمحتوا ركز ان انت تدي الفيدباك على سلوك معين. على فكره الموضوع اللي انا بقوله دوت يتطبق على الايجابي والسلبي. يعني اللي انت عملته ده ما كانش تمام، هو ايه؟ هتقول لي بالظبط. طب لو ايجابي، عارفين الجمله الشهيره للاسف معظم المديرين تلاقيه يقول لك ايه؟ جريت جوب، ويل دان، برافو، او يعمل لك كده. وتلاقي يعني موظف مبسوط بس هو مش فاهم عمليه، ميرسي جدا، عملت انت ايه بقى؟ زيرو، مش فاهم حاجه طبعا. المهم ان هو مبسوط. لا، انت كمدير ما ينفعش هتدي فيدباك نيجاتيف او بوزيتيف، لازم يبقى سبيسيفيك. يعني ايه؟ محدد. ايه اللي انت هتقوله؟ ليه بتقول لي ده؟ اديني بيهيف. ما تجيش تقول لي انت ما كنتش تمام في الميتنج الاخير. يعني ايه؟ ايه اللي حصل؟ فعشان توصل للحته اللي انا بقول عليها دي، ان انت تدي له حاجه محدده، لازم تقول له حاجتين. الحاجه الاولانيه، افتكروا الكلام ده، ان انت تقول سلوك معين، اللي هو مثلا نفترض امبارح وانت بتسلم على العميل قلت له، فده سلوك معين. امبارح واحنا في الميتنج لما انت سالت السؤال لفلان وهو رد عليك، فانت بتفكره بموقف معين، فلازم يبقى فيه سلوك محدد قدامكم. ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم توري له الامباكت. يعني ايه الامباكت يا جماعه؟ يعني تاثير اللي هو عمله ده على نفسه، على مديره، على التيم، على الشركه، على الشكل العام، على نتيجه الشغل، على الانتاجيه. ايه لازمه الامباكت، التاثير؟ بعض الناس مش هتفهم اللي بده. يعني في حد كده، واكيد انت اتحطيت في الموقف ده قبل كده، تيجي كده عمال تقول له مثلا خلي بالك بتعمل ده كذا مش كويس ومش عارف ايه، وبعدين ده مش كويس وده 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 مش كويس، صح؟ مش هيفهم، مش هيفهم هو ليه مش كويس، مش هيفهم هو انت ليه عامل كل الـ 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 الدراما دي، لحد ما انت هتيجي تقول له كلمه معينه. ده بقى هيخليك انت يبقى شكلك مش كويس، فيخلي الناس ما تشوفكش ان انت ممكن تبقى مدير في يوم من الايام. ده امباكت، تاثير اللي هو عمله على نفسه. ده يخلي الشركه بتاعتنا ما يبقاش شكلها كويس، فتاثر على مصداقيتنا، فالديل ما يكملش. او تاثيره على الاخر، لما انت عملت امبارح السؤال دوت وقلته لفلان وبعدين هو رد عليك، اكيد انت اخدت بالك ان هو لما رد عليك كان شكله متضايق بسبب السؤال اللي انت سالته. فلما انا وريت له الامباكت، ليه رد يقول لك ايه؟ اه ايه ده، صحيح انا ما ربطتش فعلا، ما خدش بالي الموضوع ده، فهم دلوقتي. انا مقتنع ان الامباكت وسبيسيفيك بيهيفير، بس الامباكت بالذات دي مهمه جدا 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 جدا. كويس، يبقى تاني بلان، ميك ات سيف، وبعدين تدي الفيدباك. اخر حاجه بعد الفيدباك اللي هي بالظبط احمد قالها، عايزني اعمل ايه بعد كده؟ ما تسيبنيش بقى. عشان كده قال لك لازم تنهي الفيدباك بكوتشنج. افتكروا بقى الكلمه دي، لازم تنهي الفيدباك بكوتشنج. ما تجيش تقول لي الغلط ايه وتقول لي يلا خلاص ارجع بقى لمكتبك.
يعني طب اعمل ايه؟ اتصرف بقى انت خلاص انت عرفت وجهه نظر وعرفت الصح ايه والغلط ايه، يلا اتصرف. لا حضرتك انا ما عرفتش الصح ايه، اه عكس اللي انا قلته حضرتك، انا لو اعرف كنت عملت. وبعدين لو رجعت تاني المكتب هعمل نفس المشكله تاني، صح ولا غلط؟ لان دي قدراتي، دي مهاراتي، دي خبرتي، دي معلوماتي، دي معرفتي. عايزني اغير قول لي اعمل ايه، وريني اعمل ايه، اشرح لي اعمل ايه. تمام؟ ايوه بالظبط، زي ما اعمل الصح. فلازم ان انت كشخص بيدي فيدباك، اتفقنا؟ خلي بالكوا بقى، مدير مع ناس، مع اللي فوق، مع اللي جنبه، مع العيله، مع اطفال، مع مراتك، مع جوزك، واتيفر، افتكروا نفسك ما تسيبش الشخص هنا وتجري. شو قلت له حاجه غلط؟ قول له بقى. فانت شايف ممكن نعمل ايه؟ كذا كذا كذا، وايه كمان؟ افتكروا بقى الاسئله اللي عملناها في اللايف كوتشنج. كويس. يبقى بلان، ميك ات سيف، بعد كده ادي فيدباك، وبعد كده اند بكوتشنج. لو وقت انت بتقضيه في الاربعه دول، قال لك اقل وقت مفروض يبذل هو وانت بتدي الفيدباك. تخيلوا يعني، ادي وقت اكتر في الكوتشنج، ادي وقت اكتر في التحضير، ادي وقت اكتر في ميك ات سيف، لكن لما تيجي تدي الفيدباك ده لازم يبقى اقل وقت مقارنه بالبقيه. يعني انا قعدت 10 دقائق، الموضوع كله خد مني 10 دقائق، الفيدباك ده ياخد دقيقه مثلا، والتسع دقائق الباقيين دول متنطورين بقى على الباقي، 3 دقائق في البلان، 3 دقائق في الكوتشنج، 3 دقائق في ميك ات سيف مثلا، بدي مثال طبعا. بس تدي الفيدباك في دقيقة أو أقل. للأسف معظم الناس بتعمل العكس، لما تيجي تدي فيدباك بتقعد بقى، بتقعد تدي الفيدباك، تدي الفيدباك في ساعتين، وبعدين في الأخير يقولك كلمة ويمشي. لا غلط، اقلب. كويس أوي، مين ده إذا كان المدير على دراية بإدارة الناس اللي معايا؟ برافو عليك يا عم، احنا بنعرف ده عشان احنا نبقى على دراية بدوت، عشان نقدر ان احنا ندير الناس بشكل فعال. احنا هنا احنا اللي بنتعلم، هو ما حضرش معانا، فاهمين قصدي ايه؟ فبالتالي احنا بنتعلم عشان احنا نعمل ده. هو بقى ان شاء الله ربنا يكرمه، لو ما كانش كده في يوم من الايام ممكن يجي يحضر معانا، يقرا في كتاب، ربنا يوفقه باي حاجة تانية، تيجي له معلومة. ويمكن على فكرة مش بعيد، وعلى فكره انا بقول الكلام دوت على تجربه شخصيه، ممكن يتعلم منك انت بشكل غير مباشر. يعني كذا مره كده شافك وانت بتدي فيدباك وشايف النتيجه على الناس مبسوطه، قال الواد ده، الواد ده بيدي فيدباك بطريقه حلوه قوي، بس الناس حواليه مبسوطين بانه زي ايه ده، والعيال خارجه الواد مسح بكرامته من الارض، والعيال خارجه بتضحك ومبسوطه، الواد قالها لها، قالها لهم بطريقه حلوه جدا. ومش هيجي يقول لك بقى بنتعلم منك، يعني ممكن واحد يقول لك، في مدير ممكن يبقى سوي يجي يقول لك انا اتعلمت منك حاجه على فكره ما فهمت كده، وفي مدير تاني بقى يقول لك كرمته مش هيقول لك كده خلاص. بس انت هتلقطها لما يجي يدي فيدباك في يوم من الايام، تلاقيه ماشي بنفس المنهج بتاعك. كويس. طيب يبقى ده وانا بدي كونستراكتيف فيدباك. تعال بقى نشوف وانا بطلب فيدباك اعمل ايه. الحلو اللي في الموضوع ان وانت تطلب فيدباك، يعني انت مدير دلوقتي او في حياتك وعايز تاخد فيدباك من حد عن نفسك، طبعا ما تروحش تقول له كمدير بقى، انت عارفين الكلمه الشهيره ايه رايك فيا، ايه دي مش فاهم، هيقول لك ايه؟ مش هقول لك حاجه. او في بعض المديرين عندهم كلمه كده ما بحبهاش خالص، يقول لك ايه، انا عندي الاوبن دور بوليسي، عارف تعرفين اللفظ ده اللي هو سياسة الباب المفتوح، انا مكتبي على طول مفتوح يا جماعة، تخشوا في اي وقت، لو حد عنده اي مشكلة في اي وقت يخش يفتح الباب ويخش. ايه اللي بيحصل؟ خلينا صراحة، محدش بيخبط عليه ولا حد بيخش له ولا اي حاجة. ليه؟ ما لك عم يعني انا لما اخش اقول له ان هو بيعمل حاجات هيصلح من نفسه، ده ممكن يعلم عليا، ممكن ما يحبنيش، ممكن يحطني في دماغه، ممكن مش عارف ايه، او ابسط الامور يعني هيتغير لما انا اقول له يعني. كويس. ففي الحاله دي احنا عايزين نبعد واحنا بنطلب الفيدباك من اللي احنا حكيناه دلوقتي، مش عايزين نبقى احنا دول، لا عايزين نبقى ناس تانية. الاربع خطوات اللي احنا قلناها، بلان، ميك ات سيف، وبعدين
ادي الفيدباك وبعدين اعمل الكوتشنج هي بالظبط اللي هنعملها واحنا بنطلب الفيدباك، ولكن هنغير شويه كلمات بسيطه. يعني هنبلان برضو، بس المره دي واحنا بنبلان هنبلان ايه بقى لنفسنا وليه. انا عايز ان انا ابلان لحاجه تخصه وتخصني. المره اللي فاتت كانت تخصه هو، المره اللي فاتت بلم معلومات عليه هو، المره دي انا بلم معلومات عليا انا، وفي نفس الوقت بختار المكان والزمان المناسب لمين؟ لينا، مناسب ليا وليه، هبقى انا مرتاح فيه وهو، وقت مش مكهرب وليه برضو. ما تجيش الراجل خلاص خلص الشفت بتاعه ماشي ومروح بقول لك ايه معلش عايزك في حاجه بس، عايزك تقول لي رايك فيا. ما هو راجل ماشي زهق، او ما يجي الصبح تقول له كده، لا اختار وقتك بقى. تمام كويس. يبقى بلان ميك ات سيف برضو ليك ولي بالامان. ودي نعملها ازاي؟ عن طريق ان انت تسال الشخص عن الفيدباك. احنا قلنا في وانت بتدي الفيدباك افتكروا قلنا ايه؟ قلنا حاجتين اساسيتين، يكون عندك سبيسيفيك بيهيفير ويكون في عندك الامباكت، صح؟ سلوك محدد معين وفي نفس الوقت تاثيره على الناس. لما تيجي بقى تطلب فيدباك ما ينفعش تقول له قول لي رايك فيا، لا لازم برضو تطلب عن سبيسيفيك حاجه بيهيفير. يعني ايه؟ تقول له مثلا عايزك تقول لي رايك في طريقه ادارتي ليكو، عايزك تقول لي رايك في طريقه اللي انا اتكلمت فيه ساعه الميتنج، عايزك تقول لي رايك في المشروع اللي انا عملت فيه كذا، او القرار اللي انا اخدته كذا، او اللي انا قلت لك تعمله. يبقى هنا بقول له على حاجه محدده. لما تخلص تخش النقطه الرابعه، هناك كنت بتدي كوتشنج صح؟ هنا بقى خليه يعمل لك كوتشنج. مش مقصود بيه ان هو يعمل لك كوتشنج وانت تبقى متضايق، ايه ده انا مدير اخليه يعمل لي كوتشنج ازاي؟ لا، خليه يعمل لك كوتشنج بشكل غير مباشر. يعني ايه؟ يعني تساله. يعني ايه تساله؟ يعني تروح جاي قايل له طب هو جاي قال لك مثلا والله بص انا لقيت ان الفيدباك ده اللي انا عايز اقوله لك ده مثلا عن البروجكت ده او الحاجه او القرار ما كانش مظبوط قوي، ما كانش صح قوي، ما كانش. تروح جاي سأل على طول طيب انت شايف ايه تاني كان ممكن يتعمل؟ اوعى تقول له لو انت مكاني كنت عملت ايه؟ ليه بقى؟ لو انت مكاني كنت عملت ايه؟ دخلت كده ايه ادراكين في حته مختلفه خالص، لان هو هيتكلم بطريقته هو وهتبقى مالهاش علاقه بيك وهتخلق بعد كده جدال. هيجي يقول لك هو حاجه تروح انت جاي قايل له لا بس انت معلش انت بره الموضوع فانت مش واخد بالك من ال لا ما تقولوش كده، قول له طب انت شايف ايه تاني ممكن يتعمل؟ هيروح قايل لك طب وايه كمان؟ طب ايه اللي ممكن يبقى احسن ويخلينا يوصلنا لنتيجه افضل؟ هنا انت بتخليه يقول لك اللي هو بيقول لك ده هو كوتشنج بس بشكل غير مباشر وكرامتك مع موجوده ما تخافش. اللي انا طالبه منك بقى وهو بيديك الفيدباك ده وبيتكلم معاك، ارجوك ارجوك اسمع. ما هو طبيعي هسمع، لا 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 مش سهل اسمع مني. مجرد ما الشخص بيبتدي يديك فيدباك بيحصل لك ايه؟ بتبتدي تبرر. ترجعي له ايه؟ انت حسب ما حضرتش انت، ما انت لو كنت مكاني كنت عملت ده، استنى بس انا هقول لك. باظ. فبالتالي انا لما يجي حد يديك فيدباك ارجوك اسمع بس كده، ما تقطعوش، اسمعه اسمعه. كان المقوله العظيمه بتاعت ستيفن كوفي اللي انا بحبها جدا جدا، بيقول لك ايه؟ اسمع بنيه الفهم مش بنيه الرد. بحبها جدا المقوله دي، كانت في متقاله في 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 الكتاب بتاع العادات السبعه للناس الاكثر فعاليه، لما كان يتكلم على العاده اللي هي بتاعت سيك فيرست اندرستاند تو بي اندرستود. دايما افهم الناس وبعد كده اتفهم، يعني اسمع قبل ما تتكلم من الاخر. طيب يبقى ده هنا عرفنا وانا بدي كونستراكتيف فيدباك وانا بطلب فيدباك من الناس. طب وانا بدي بقى بوزيتيف فيدباك من الناس ايجابي اعمل ايه؟ قول بس افتكر اربع حاجات اساسيه. اول حاجه خلي عندك فضول ان انت تعرف الناس بتوعك كويس. يعني ايه؟ انا عارف ايه اللي بيحرك الشخص اللي قدامي، فلو عايز اديله كلمه ايجابيه عنه عايز اديها له تحفزه انه يعمل اكتر المره الجايه. فواحد بيحب مثلا الشهره فاروح جايبه قدام الناس كلها واتكلم عنه كويس على الحاجه اللي عملها، ولازم تبقى برضه سبيسيفيك، ها ما يبقاش جريت جوب والكلام الفارغ ده. واحد بيحب ان هو يتطور او يترقى، عايز يترقى، تروح جاي قايل له ان انت عملته ده بخصوص الموقف بتاع امبارح اللي هو كان كذا كذا كذا، ده عظيم جدا جدا وانا شفت قد ايه الموضوع ده كان متعب بالنسبه لك، فبالتالي دي هتساعدك جدا ان انت تتطور
وتاخد رول اكبر. يبقى هنا انا بكلمه بلغته. فانت اول حاجه يبقى عندك فضول ان انت تعرف الناس بتوعك. تاني حاجه تبقى كريم. يعني ايه كريم؟ اعمل ده كتير. في للاسف بعض المديرين للاسف بنسميهم حاجه اسمها الفيلير فايندرز، وفي حاجه اسمها الفاكت فايندر. الفاكت فايندر الحقيقه، بيدور على الحقيقه. انت عملت حاجه كويسه بيقول لك ده كويس، عملت حاجه غلط بيقول لك ده غلط. لكن الفيلير فايندر بيدور بس على الغلط، والصح يسكت. ولما تيجي تقول له طب يا ابني مش تقول له حاجه كويسه، ده الراجل عمل حاجه فوق المتوقع منه، يقول لك لا هو انا هو جاي اشتغل عشان كده، ما ينفعش توقع مني ان انا اديله فيدباك كويس. يعني ايه ما ينفعش؟ جمله مريضه جدا. تمام، ما بقولكش ان ده معناه ان الشخص لما يعمل اي يعني مثلا شخص يجي في ميعاده تروح رايح قايل له بوست فيدباك، لا طبعا هو لازم يجي في ميعاده، هو بيشتغل عشان يجي في ميعاده. لكن الشخص عمل حاجه فوق المتوقع لازم تقول له ان ده كويس. هو هيعرف منين ده كويس ولا وحش؟ هيتوجه ازاي؟ تمام، فده بنسميهم الفاكت فايندر اللي هو الشخص اللي هو ايجابي بيدي سلبي بيدي. لكن الفيلير فايندر اللي هو النسخه الوحشه تمام في الاداره، اللي هو الكويس ايه بينساه والوحش بيركز عليه كويس. فلازم يبقى عندك الحته دي. افتكروا لو لما اتكلمنا قبل كده في موضوع العلاقات الزوجيه والكلام ده كله، لو تفتكروا قلنا على الموضوع بتاع الخمسه الواحد، فاكرين خمس بوزيتيف انتراكشنز لواحد نيجاتيف انتراكشن، الناس هم دول الكابلز يبقوا مع بعض مدى الحياه، فاكرين؟ وبعد كده قلنا ده اتطبق على الموظفين وربطوه بالبرفورمانس مش بالعلاقه، لانهم في الاخر بشر. وقلنا ان ده كان مربوط ان قال لك ساعتها 5 و6 برضو 5.6 تمام بوزيتيف انتراكشن قصاد واحد نيجاتيف انتراكشن يطلع هاي بيرفورمرز، يعني يطلع ناس عندهم اداء عالي. تمام، فاحنا قلنا كتر من الانتراكشنز الايجابيه، التفاعلات الايجابيه مع الاخر، يعلى معاك. وده تاني بعيد، مش معناه ان انت ايه عمال على بطلت تقول له برافو هايل عظيم انت جيت في معارك برافو عليك، انت هتخش الحمام دلوقتي ممتاز. ده طبعا جو رخيص جدا، لكن انا قصدي ان هو يبقى متوظف وسبيسيفيك بيهيفير، وتقول له الامباكت، وتقول له بعد كده ده هيفيدك في ايه وهكذا. يبقى اول حاجه قلنا يبقى عندك فضول انك تعرف الناس اللي حواليك عاملين ازاي. تاني حاجه يبقى انت عندك حته الايه الكرم، تدي ده بشكل كتير. تالت حاجه يبقى الوقت يبقى سريع شويه في الايجابي بالذات، لازم يبقى سريع قوي. يعني الشخص عمل حاجه كويسه ما ينفعش تجيله السنه الجايه في الانيفرسري بتاع الموقف دوت وتراجع يقول له فاكر السنه اللي فاتت انت عملت حاجه ممتازه، او تقول له الاسبوع اللي فات او الشهر اللي فات، كلام طبعا فاضي جدا. تمام، فما ينفعش تعمل كده، لا لازم اوتوماتيكلي على طول بعد الحدث على طول تروح انت داخل قايل له ايه اللي انت عملته مع العميل دلوقتي، وانت بتسلم المنتج او انت بتمضي العقد او انت بتعمل مش عارف ايه، ممتاز جدا جدا جدا، وكل الناس لازم تستفاد من ده، برافو عليك، دايما استمر في اللي انت بتعمله ده، هيخليك احسن ان شاء الله. بس هتلاقي ببسط كده امباكت اون سبوت على طول كويس. ودايما في الاخر زي ما احنا قلنا رابع حاجه ان انت تبقى بي سبيسيفيك، يعني ايه محدد، ما تبقاش انت عايم جريت جوب وجود جوب وويل دان وبرافو عليك وشاطر والكلام ده، لا قول لي انا عملت ايه، انا شفت بيهيفير اسلوب واللي انت عملته قد ايه كان صعب وشاف ايه، وانت برضو ما وقفتش وعملت الشخص هو بيستقبل كده الفيدباك ده هيبقى مبسوط ده انت بعني، ويحس ان هو فعلا عمل حاجه، ممكن يقوم مش واخد باله بس دلوقتي ادرك ان ايه ده انا عملت شغل عالي اهو. تمام، فبالتالي دي مهمه جدا في حته لما تيجي تدي الفيدباك. طيب ملخص اللي احنا قلناه ان احنا الفيدباك بيختلف عن الكوتشنج في الاف بي ام او الفوكس بيربس مين، تركيزه على الماضي، لو المستقبل يبقى كوتشنج، لو انا نيتي في الموضوع ان انا اصلح فيدباك، لو انا اطور يبقى كوتشنج، لو المين، لو الطريقه اللي انا بتكلم بيها كانت تيلينج بقول يبقى فيدباك، لو بسال يبقى كوتشنج. وبعدين قلنا الفيدباك دوت في منه كويس وفي منه السلبي، السلبي لو حد عمل حاجه غلط، وقلنا عشان ناخد بالنا لازم نعمل اربع حاجات، بلان ميك ات سيف، بعد كده ادي الفيدباك ما تطولش فيه كوقت، خليه سبيسيفيك ووري له الامباكت بتاعه، وبعد كده في الاخر اعمل له كوتشنج. لما تيجي تطلب فيدباك من الناس اعمل نفس الاربعه برضو، بلان ميك ات سيف، اطلب الفيدباك من الناس، وانت بتسمع الفيدباك ما تقاطعش الناس، وفي الاخر اسالهم اسئله عشان يعملوا لك كوتشنج بشكل غير مباشر. وفي الاخر وانت بتدي البوزيتيف فيدباك قلنا اربع حاجات اساسيه لازم تاخد بالك منهم. اول حاجه يبقى عندك فضول انك تعرف كل واحد عندك في التيم بيحب ايه وما بيحبش ايه، وايه الطريقه اللي تشجعه وايه الطريقه اللي ممكن ما تشجعوش.
تاني حاجة ان انت تبقى شخص كريم معطاء في حتة الكويس دوت كتير، عشان ده بيطور الناس اللي حواليك ويخليهم مبسوطين. وزي ما تفتكروا دايما لو قلنا خمسة الواحد في الجواز انهم يفضلوا مع بعض على طول، لما خدوها مع الموظفين بقت 5.6 to 1، فهي almost the same، وربطوها بين انه مش هم يبقوا مع بعض على طول، لا يبقى الاداء بتاع الموظفين اعلى، الموضوع يبقى ليه وقت، دي ثالث نقطة، يعني بعد الحدث على طول ادي الفيدباك. واخر حاجة ان انت تبقى دايما سبيسيفيك، دايما محدد، ما يبقاش الموضوع عندك عايم، ان انت تقول جريت جوب او ويل دان او واتيفر، انت هتقولها ازاي. ده كل لما تعمله يضمن لك، وزي ما اتفقنا تعمله لو انت مدير مع الناس تحتيك، مع اصحابك، مع ولادك، مع جوزك، مع مراتك، ابوك، امك، واتيفر، تمام. نفذها مع اي بني ادم في الدنيا هتجيب معاه نتيجه ان شاء الله. ممتاز. في حد عنده اي سؤال؟ احنا برضو اون تايم الحمد لله رب العالمين. في حد عنده اي حاجة تانية؟ شكرا يا مي جدا على الملخص اللطيف دوت. ممكن يسأل عن طريقة الشغل وايه السلبيات اللي شايفها، هدي مساحتها للنقل لمصلحة الشغل. تمام، هاي ممتاز جدا. معلش جزء السكارف يتحط تحت اي جزء؟ تحت ميك ات سيف، تحت ميك ات سيف. برافو عليك يا احمد. السكارف احنا قلنا خمسة، الاس الستاتس، السي السيرتنتي ان انت تبقى الان هيحصل لي ايه لو ما يعمل كده، والستاتس هو ليه بيتكبر عليا، الثالثه الاوتونومي اديني المسؤوليه وانا ينفع ارد ولا انت مسيطر عليا، الرابع الريتدنس يعني هل انت فعلا صاحبي ولا عدوي، الخامس الفيرنس هل انت فعلا خايف عليا ولا لا. دول كلهم لما تبعد عنهم فانت بتخليها له سيف، فهي تحت ميك ات سيف. فضول عن الاشخاص. كرم خمسة الواحد، برافو، في الوقت المضبوط محدد. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك يا مي، كويس جدا جدا جدا. ها حد عنده اي سؤال في موضوع الفيدباك ده يا جماعة؟ انا مبسوط جدا الحمد لله ان ربنا قدرني ان انا قدرت اعمل اللايف ده، مبسوط جدا. انا كنت متضايق جدا الاسبوع اللي فات ان انا ما عملتش اللايف معاكم، بس انا كنت وعدتكم يعني الشديد القوي، وللأسف ماليش كنترول على الميعاد، لان ده طبعا بيزد على الافيلابيليتي بتاعت الدكتور الجراح، ف هم اوتوماتيكلي حددوا الميعاد، فكان بيزد على كده. معلش المدير اللي ما بيديش فيدباك خالص بقى سايلنت. طب حلو، برافو عليك، ربنا يبارك لي كمان. بص بقى يا احمد، خليني اديكوا حاجه كده لطيفه جدا. في شخص رائع اتمنى ان كل العالم يتفرج عليه، شخص كده يعني ممكن يكون مش مشهور قوي في الوطن العربي، اجنبي طبعا، بس مشهور قوي بره، اسمه دان ارلي. حد سمع عنه يا جماعه؟ لو ما حدش سمع عنه، حد سمع عنه يقول لي. لو ما سمعتش عنه دور عليه. لو عندك تيد توكس الابلكيشن، تعرفين طبعا تيد توكس الابلكيشن ده ببلاش، بتنزله بتعمل ريجستريشن ببلاش وبتقعد تتفرج على سيمينارز، والكرايتيريا بتاعت تيك توكس لطيفه جدا، بيقول لك ان اللي هيطلع يتكلم ده ويقف ويشرح حاجه معينه انت قدامك ماكسيمم 20 دقيقه، لو اكتر من 20 دقيقه هنوقفك، التايمر بيبقى شغال قدامه اللي بيتكلم، عايز تخلص في دقيقه في دقيقتين في ثلاثه في 10 في اخرك 20، وبعد كده هننزلك من الستيج ايا كان انت مين. فالموضوع بيبقى لذيذ كده وملخص جميل وفي خلاصه يعني. ده انا ارلي هتلاقوا حاجات كتيره جدا ليه في الحاجات دي، وتدوروا على اليوتيوب هتلاقوا حاجات لطيفه يعني. ممكن ابقى اعمل لكم اللينك بتاعه بتاع تيد توكس في كومنت على لما قلت لكم هنتقابل بعد نص ساعه ده ان شاء الله. فده انا ارلي ده يا احمد قال حاجه لطيفه جدا جدا، كان عمل اكسبيرمنت، هو الراجل ده علم نفس طبعا رائع، وتخصصه دايما في حته البيهيفير سلوك، وليه الشخص بيتصرف بالطريقة دي وبياخد القرار بالطريقة دي وبيرياكت بالطريقة دي. ركزوا معايا في الاكسبيرمنت اللي عملها دي عشان دي ترد عليك يا احمد وتنفع الناس كلها ان شاء الله. قال لك ايه بقى؟ قال لك كان في طلبة ناس اتعمل عليهم الاكسبيرمنت ديت، قالوا لهم ايه؟ قالوا لهم هتاخد ورقة، عارفين كان بيسموها ايه؟ مش فاكر. كان يعني في مربعات كده بيبقى فيها حروف كتيره صح، وبعدين مطلوب منك تكون اكتر كم كلمات ممكنه صح ولا غلط، تيجي تروح واخد مثلا ادي اهو ادي كلمه تروح شاطب عليهم كده، ودي كلمه تروح شاطب عليها كلمه، عارفين انت الموضوع ده. وجابوا الطلبه دول وقالوا لهم كل ما تطلع كلمات اكتر كل ما هنديك فلوس، خلص
طلع على قد ما تقدر كلمات وتعالى سلمها للموظفة. الموظفة كانت بتعمل حاجة لطيفة جدا. كروس ووردز، برافو عليكي. ممكن لا، بس دي كلمات متقطعة عادية، طول اسمها ايه صح؟ لا مش كروس ووردز، فيها الحروف مكتوبة وانت توصلي. حتى كان ليها اسم بالعربي كده، لا مش متقطعة، لا متقطعة بتبقى فاضية صح؟ لا دي مربعات فيها حروف. المهم ف الطلبه بيعملوا تك 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 كتبوا كلمات ولا مش عارف ايه والكلام دوت، وراحوا مسلمينها لمين؟ للموظفه اللي قاعده. الموظفه دي كان السيناريو اللي انا حكيته دلوقتي دوت كان عباره عن ثلاث سيناريوهات في ثلاث كلاسز موجودين. مسك الورقه الشخص اللي هو بعد ما كتب كده راح وداها للمسؤول ده او المسؤوله دي. اول رياكشن كان عباره عن ان هي بتمسك الورقه كده وتبص عليها وتروح قايله اها بالظبط نفس الطريقه دي، عشان انا بس باخد امانه العلم منه بالظبط. تروح بص عليها كلها كده وتروح قايله اها، وتروح حاطه الورقه على جنب. يجي اللي بعديها تروح واخده منه الورقه تبص عليها وتروح قايله اها، وتروح واخدها وقلبها على جنب. خلاص. سيناريو 2، الورقه تيجي يروح واخد الورقه دي يروح قلبها وتروح مديها الورقه جديده. خلي بالكم الاول كل واحده من الثلاثه دول لما انت بتسلم ورقه بتاخدها منك وتروح مديك ورقه جديده. كل ما انت تملى ورق اكتر وتجيبه، كان عشان دي نسيت اقولها معلش انا اسف، كل ما انت بتيجي تجيب ورقه وتاخد ورقه جديده ده بيديك فلوس اكتر. ففي الاخر يعدوا كده انت جيت كم مره فيدوك فلوس اكتر. فكل ما تدي ورقه اكتر كل ما تاخد فلوس اكتر. افتكروا الموضوع ده كويس قوي، ها عشان هو هنا الكي. فاول رياكشن كان عباره عن ان حد بيبص على اللي انت عملته بيقدره اها، وبعدين يسيب. الثانيه كانت بتعمل ايه؟ تاخد منك الورقه ما تبصش عليها، واخدها وقلبها تديك واحده جديده. يبقى الاولانيه بتبص واها وتسيبها وتديك واحده جديده، الثانيه ما تبصش عليها وتديك واحده جديده. الثالثه كانت بتعمل ايه بقى؟ الثالثه كانت بتاخد الورقه اللي حضرتك قدمتها دي وترميها، عارفين الشرادر بيبقى في جهاز كده اللي هو بترمي فيه الورقه تتقطع حتت، ده تروح واخدها منك كده مقطعها حتت تديك ورقه جديده. اهو ترميه تديك ورقه جديده. حلو كده الكلام ده يا جماعه؟ ممتاز. دلوقتي بقى بالعقل كده خلينا بسرعه، انت لو مكان الطلبه ولقيت ان الست دي كل ما حد بيديها ورقه تاخدها تقطعها حتت تدي ورقه جديده، فمعناها ان هي ايه؟ ها؟ ما بتبصش خالص ومفيش دليل على الورقه ومحدش هيرجع لها وهتقطع حتت. طب ما نكتب اي كلام واخد فلوس كتير، صح ولا غلط يا جماعه؟ قال لك الاكسبيرمنت اثبتت عكس ده. الناس ما كانتش بتكمل قد ما كانت الناس بتكمل في الاول. الاولاني اللي هو اها وتسيب كان يكمل. حتى لما تشوفوا الفيديو هتلاقوا فيه جراف الناس دي على كتير جدا خلت فلوس كتير جدا جدا جدا. اللي بعديها على طول اللي هي بتقلب على طول تديك ورقه من غير ما تبص دي اقل شويه، اللي بتقطع دي اقل حاجه. ليه؟ الشخص بيحس ان مجهوده اترمى في الزباله فبتوجعه. وده قمة الإهمال واللامبالاة وعدم التقدير. هنرجع لأحمد. ده زيد لساكت اللي ما بيديش فيدباك بقى، لأن أثبت علميا الموضوع دوت نفسيا على الناس. أو ما كتبش خالص يا ماي أي نصبة بقى، ما حدش بيشوف حاجة صحيح. قال لك ان في العلم حتى انا بعمل ليها كده ساعات لما بكون بعمل زي سيشنز ولا حاجه، بحب اعمل اكتيفيتي لطيف جدا 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 في موضوع الفيدباك ده عشان ارد على الحته اللي انت قلتها يا احمد دي. شكرا يا احمد، ممتازه بصراحه. بعمل ايه بقى؟ بجيب الناس وبعمل اكتيفيتي لطيف. ممكن حتى انتوا لو حد منكم شغال مدرب ولا حاجه او بيدرب الناس في الشركات، او حتى لو انت مدير وعايز تعمل سيشن مع الناس توريهم قيمه الفيدباك،
الفرق ما بين الفيدباك الايجابي والتجاهل التام والايجاب السلبي اللي هو المحبط تاثيره على الناس عامل ازاي. بشكل لذيذ خد التمرين دوت هديه مني ليك سهل قوي. بعمل ايه؟ باخد ثلاثة اقول لهم انا عايز ثلاثة يا جماعه منكم يطلعوا بره وهطلع اقول لكم انا اعمل ايه. احنا طلعهم بره الايه مكان المحاضره يطلعوا بره وبقى اتفق مع الناس اللي قاعدين اقول لهم بص هندخل واحد واحد. اول واحد اللي هيخش عايزكم كلكم تبقوا ايجابيين وتدعموه. طيب هندعمه يعمل ايه؟ ببقى انا حاطط حاجه معينه في مكان معين والمكان اللي محطوط فيه الحاجه دي بيبقى واضح جدا. مثلا لو نفترض ان انت تخيل انت كده في المحاضره ففي المكتب مثلا بتاع المحاضر وهنا البروجيكتور بيعرض مثلا ورايا وقدامي الكلاس روم كله مثلا. على الترابيزه بتاعت المكتب بتاعي مثلا دوت في كذا حاجه محطوطه اللابتوب مثلا ومش عارف ايه ايا كان بقى وماركرز واتيفر مثلا علبه المناديل هي دي اللي انا عايزه يلاقيها لما يخش الايه الغرفه. طبعا انا بطلع بره بقول لهم هم الثلاثه نفس الكلام مع بعضيهم بقول له هتعمل ايه حضرتك هندخل واحد واحد اللي مطلوب منك حضرتك ان انت لما تخش جوه توصل لحاجه معينه احنا حاطينها في الاوضه. الناس اللي جوه مش هترد عليك الناس اللي جوه هتديك فيدباك بس كده وقدامك دقيقه وتوصل للحاجه دي. حلو الكلام ده واضح لحد دلوقتي؟ خش الناس اللي جوه بقول لهم ايه بقى اول واحد يخش ده الايجابي اول ما يخش ويحط رجله ونبدا الوقت تقعدوا تدوا له دعم برافو عليك انت برافو انت ماشي صح هايل جدا ده ممتاز ده انت هتوصل اكيد مليون في المية ده انت تمام قربت جدا برافو عليك اي حاجات ايجابيه لحد ما بتلاقيه مفيش مره عملتها وعملتها بقالي سنين مع عدد مهول من الناس مفيش مره ان لما تلاقي الشخص وصل لها خلال دقيقه مع ان الاوضه مليانه حاجات سبحان الله. كويس خلصنا الموضوع بقول للشخص اقعد اللي اتعمل فيه الموضوع ده بقول له اقعد. هندخل دلوقتي التاني احنا عملنا معاك ان احنا عملنا حاجه ايجابيه عشان ايه توصل للحاجه ديت من غير ما حد يشاور لك عليها ولا حد يعرفك هي ايه اصلا انت عرفتها لوحدك. اللي هيخش دلوقتي هنعمل معاه السلبي المحبط فشارك معانا يلا يلا. طب نفس الحاجه في نفس المكان طبعا هناك دول بيبقوا متسابين في حته بعيده عشان ما يسمعوش اي حاجه اروح جايب التاني ومدخله الاوضه يلا الوقت تك عد الدقيقه يبداوا معاه بالاحباط. انت متخيل انك هتوصل ولا هتوصل ولو بعد 100 سنه تشوف في كام الف حاجه موجوده في الاوضه هتعرفها انت يعني بالسهوله دي؟ خليك اقعد اتحرك كده هو تلاقيه عيني تايه ومش فاهم حاجه وعمال يبص للناس مستني اي امل مفيش وفعلا الموضوع كبير فبيحبط يا اما بيستسلم ويقعد يا اما بتعدي الدقيقه وما بيعملش حاجه. بروح جاي مقعده واقول له معلش انا اسف احنا بس كنا معاك لعبه هم عملوا معاك الموضوع ده زميلك اللي دخل قبليك اتعامل معاه العكس تماما ايجابي ووصل للحاجه ديت في اقل من دقيقه. واحنا هنا ورينا لما حد بيديك احباط بيحصل لك ايه. التالت بقى عايزك تشاركنا في الموضوع دوت وتعمل حاجه لطيفه. هندخل واحد من بره هيعمل نفس الكلام بس عايزكوا تتجاهلوه تماما ده اللي احمد قال عليه بقى. بيخش الشخص واتفق انا مع الناس كل واحد بقى يمسك موبايله يكلم اللي جنبه ما يبصلوش خالص ولو سألك او بيقول لك حاجة او جه قدامك اكنك مش شايفه. بيخش فعلا الشخص تدي تك 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 تلاقي الناس وده يا عيني عمال يتكلم ويسال ويبص للناس ولا حد معاه برضه. يقرب من الحاجه يبعد من الحاجه ولا حتى حد بيديه حاجه ايجابيه ولا حاجه سلبيه. ايه اللي بيحصل له؟ في معظم مش معظم يعني فوق 90% من المرات اللي عملت فيها الموضوع دوت بيستسلم ويقعد. يعني بتاع السلبي ممكن يكمل شويه. تخيلوا؟ اللي بيجي له احباط ده ممكن يكمل شويه. على العكس ده ما بيقدرش يكمل. تخيلين يعني ايه ما بيقدرش يكمل؟ بيحس ان طب خلاص محدش معبرني طب انا اقعد بقى. وده اللي انا بتكلم عليه. بنعرفه بعديها وبنتاسف له وبنوري الناس الفرق. لما باجي اعمل حاجه زي دي يا جماعه وانتوا اكيد دلوقتي حسيتوا باللي انا عملته دلوقتي ده ولو اتعملت فيكم في الحقيقه هتلاقيكم هتوصل لك المعلومه بسرعة جدا وهتلزق في دماغك وعمرك ما هتنساها.
ان انا حتى علميا اثبت كده، خلي بالكم، لو حتى اديت فيدباك سلبي احسن من ان انا اتجاهل الشخص. تخيلوا، تخيلوا، التجاهل وحش، عدم التقدير وحش، لان في عدم احترام، فالشخص بيبيع. وصل لكم اللي انا عايز اقوله يا جماعه ولا؟ فاعملوا الاكتيفيتي ده، وانتوا حد منكم في يوم من الايام بيعمل اي حاجه ليها علاقه بالفيدباك او عايز يوصل المعلومه يوصلها بالاكتيفيتي ده، لطيف ما بياخدش وقت خالص على فكره، لذيذ جدا جدا وبيجيب نتيجه رائعه. لما عملت الموضوع ده قال لي ما تستناش حد يسقف لك وانت بتعمل حاجه زياده، فبتعملها عشان ترضي ضميرك وترضي ربنا، والناس مش صغيره وعارفين الصح مع الغلط. من الغلط، ما هو اللي بيعمله زياده دوت بعد كده هيبقى الطبيعي لانه بيعمله كتير، خلاص بقى الطبيعي. طب انا عايزه ينتج لي اكتر، انا كمدير عايزه يبقى احسن ويدي اكتر ويجيب لي اكتر، اعمل ايه؟ اديله فيدباك وايجابي وبص وده وتسخنه وخش واعمل ده وبص نتيجته واعمل، روح يروح جايب لي بحاجه اعلى المره الجايه، اروح مديله فيركب تاني، نجاح. لكن قاعد كده انا لا ما تستناش حد يسقف، لا استنى حد يسقف لي. يعني ايه ما استناش حد يسقف لي؟ هو في حد بيدي حاجه من غير ما ياخد حاجه في المقابل؟ لازم تقول لي ان شاء الله، تقول لي كتر خيرك برافو الحته دي كويسه جدا. وبعدين احنا قلنا في الاول جايدنس، جايدنس يا جماعه وجهني، يعني انا هعرف منين اذا كنت ان انا عملته ده كان صح ولا غلط؟ ما هو لو غلط هتقول لي صح، هتقول لي. طب لو صح لازم تقول لي، لازم عندك ضمير. وبعدين يعني ايه انت بتعمل اللي يرضي عليك ضمير؟ لا، ضميري بيقول لي اعمل اللي متوقع منك، ضميري هيبقى راضي وربنا راضي وكله تمام وما لكش دعوه بالحته دي، دي حاجه بيني وبين ربنا صح ولا غلط. لكن الزياده دي ما بترضيش ضميري، الزياده دي انا بعملها عشان اوصل اسرع، عشان ابين ان انا اقدر اعمل ده فتستغلوني اكتر. فاهمين قصدي ايه ولا لا؟ فده معناه ان المدير دوت عنده مشكله وهيفشل، وهو مدير يعتبر فاشل في الحته دي. ممكن يبقى ناجح جدا في شغله بس فاشل في الحته دي. ولو كانت انتاجيه الفريق اللي معاه برقم مثلا 10، لو عمل اللي انا بقول لك عليه ده الانتاجيه هتبقى 30، ومفيش مدير في الدنيا مش هيبقى مبسوط ان نتيجه الفريق تبقى 30 مش 10. فهو لازم يجرب، هو بس الكلمه دي سمعها من حد قبل كده فعجباه، لازقه في دماغه، اتعملت فيه، لكن هو لازم ده يبقى اكبر من كده شويه. يا ريت تقول لي اذا كنت جاوبت عليك. الله يسلمك يا سامح، ربنا يبارك لك يا رب. الحمد لله احسن، الحمد لله. برافو عليك، برافو عليك يا احمد، مش هتطور خلاص. ما في بقى مدير عايز كده؟ بالعقل ما فيش اهو. يعني انت بتحكي لي على موقف باين من كلامك ان هو على مثلا ممكن يكون مديرك او ممكن يكون حد تعرفه او ده، ما انت مش مبسوط. هل ده بقى نجاح مدير؟ لا طبعا يعني. وبعدين مش كلهم زي بعض، وبعدين لو هو شايف ان ده بينفع معاه مش بينفع مع الناس كلها، فلازم المدير يغير كل حاجه. عشان كده في تغيير ما بين نظم الاداره بتاعت الشخص نفسه، زي ما اتكلمنا قبل كده في موضوع الحاجات دي. ولما نيجي نتكلم ان شاء الله في يوم من الايام على القياده ممكن نبقى نتكلم اكتر في الموضوع ده. طيب ممتاز جدا يا جماعه، انا بشكركم جدا 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 على حلقه النهارده. اتمنى تكونوا استفدتوا، وانا مبسوط جدا ان قدرت اعملها، والحمد لله ربنا قدرني. وربنا يا رب يكرم يا رب ان شاء الله، يبقى دايما موجود وما يمنعيش الا الحاجه اللي فيها اضطرار غصب عني زي المره اللي فاتت. وما تنسوش ارجعوا اعملوا فوتنج، وصلوا الموضوع ده للناس، موضوع مفيد، كل اسبوع حلقه لايف مجانيه بيتفرجوا عليها بيتبسطوا. ابعتوا انفايتوا ناس، انتوا كممبرز جوه الجروب ده تقدر تنفايت ناس اللي عندك، انفايت بس ما تعملش انفايت كتير عشان بيتعمل لك بلوك فجاه، بيفتكروك حد سبام ولا حاجه، فاعملها بالعقل شويه. او شير الجروب دوت للناس، ابعتوا لهم على واتساب بقى على الفيسبوك على الطريقه اللي تعجبك، وقول لهم يا جماعه جوينوا. مش لازم يعملوا لي اد كفرند، مش لازم خالص، المهم يبقوا موجودين هنا بيتفرجوا معانا ويستفادوا من كل اللي موجود. طيب يا جماعه انا متشكر جدا جدا ليكم. تمام يا احمد، اكيد طبعا مليون في الميه بيحولك لروبوت من الاخر، يعني نعمل اكتر من اللازم للشركه والمدير مش راضي. لا ما هو دي بقى سياسه تانية عند بعض المديرين يا سامح، مشكله كبيره جدا، اللي هي يقول لك ايه؟ يقول لك لا ما انا لو بينت له ان انا راضي مش هيديني تاني. لا ده عنده مشاكل،
لا ده غلط تماما. انت هتقولها له ازاي؟ هتبيعها له ازاي؟ هتخليه يطلع اكتر ازاي؟ تمام. انت دلوقتي كنت هنا واحنا متوقعين منك ان انت تجيب دوت، انت جبت لي اكتر من اللي من انا متوقعه، برافو عليك، هايل جدا جدا جدا. بس ده بقى البار الجديد بتاعك، فانت بتصعب على نفسك، انت اللي عليت البار. طب ما تيجي نعلي تاني، طب ما تيجي تعلي تاني، طب ما تيجي تعلي تاني، وهكذا. كل ما تعلي كل ما هتديني اكتر. لو مدير ذكي هيعمل كده. يا ريت تقول لي يا سامح اذا كنت رديت برضو عليك. طيب نوع المديرين بيقابل الانجازات دايما بنيجاتيف رياكشنز، احسن حل يكون ايه؟ منع للاحباط. لا انا عايز افهم يعني ايه، يعني ايه نوع من المديرين بيقابل الانجازات دايما بنيجاتيف رياكشن؟ يعني ايه دي حاجه؟ الجمله نفسها مش واضحه، مش معناها مش واضحه معنى. يعني ايه واحد يكون حد في التيم عنده بيعمل انجازات وانا كمدير بقابلك بنيجاتيف رياكشن، برد فعل سلبي؟ يعني ايه؟ مش مظبوطه. مش عايز اقولها كده يا سامح لان ممكن يكون قصدها كده، بس عشان كده عايز اسمع من مي نفسها. لان كانك ما عملتش حاجه، ده اللي احنا اتكلمنا فيه مع احمد خلاص. لكن لا، دي بتقول نيجاتيف، هي حددت ازاي؟ كويس كويس، على الاقل ان هو ادرك ان ده كويس وفيها احسن من كده ان شاء الله رب العالمين. بس هو النقطه كلها، بصوا يا جماعه، انتوا عمالين تتكلموا في كلام كله لو انتوا ركزتوا فيه واضح من التون ان الموضوع مضايقكم، صح ولا غلط؟ فبالتالي هم لازم يدركوا ان هم غلط، بس للاسف احنا مش قادرين نغير. احنا حظنا حلو ان ربنا كرمنا بحاجات نتفرج عليها اتعلمنا حاجه، ان شاء الله ربنا يكرمهم. اذا كان يشوفوا حاجه من الحاجات دي، اذا كان يشوفوا فيك انت الحاجه ديت فيتغيروا، محدش عارف. المهم انت خليك على الصح وخلاص. يعني هتعمل ايه لحد ما هو يتغير الشخص؟ او لو ما اتغيرش، انا عيب عندي الحافز الذاتي، يقول لك انا سيلف موتيفيتد، مش محتاج، انا هشتغل على نفسي، انا عارف ان الناس حواليا كده، انا بعمل قد كده، فانا مبسوط. يعني مشي حالك، ما تركزش معايا عشان انت ما تقفش. انتج انت بس كده. طيب يا جماعه، انا متشكر جدا 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 على النهارده، ولو حد عنده اي حاجه تانية يا ريت يقول لي، يكتب. ان شاء الله نشوف بعضينا الاسبوع اللي جاي ان شاء الله رب العالمين. ما تنسوش تعملوا فوت، ونتقابل باذن الله ان شاء الله التلاته الجاي في نفس التوقيت في التوبيك اللي انت هتختاره ان شاء الله. يلا باي باي.